السلام عليكم. اتفضل. كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. هل ياسم الزوج اذا طلب من زوجته مال مقابل انها تذهب يعني مثلا تعمل مدرسه او ما الى ذلك؟ زوج دنيء. نعم. ولا يجوز له ذلك. يعني نعم يقول لها روح اشتغلي. كانت عليها ان هي يعني تجلس في البيت وكانت تعمل. يسرحها يعني انها تشتغل وتجيب له فلوس. ما هو كده، هو كده بالضبط يعني. لا تحاول اكثر من هذا. هو يريد ان يسرحها، كمان ممكن يتجوز اثنين وثلاثه ويسرحهم يشتغلوا وهو نايم. لا يجوز له ذلك. المال مالها، تخرم مروءته وتخرم شهامته وتخرم اشياء كثيره. السلام عليكم.